السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم عندنا واحد لاسيتي شويه سبيسيال، لاننا نجربوا اليوم لا بيجو 208 باك اديسيون، السياره اللي هنتعرفوا عليها من خلال تيست درايف اليوم، من خلال الريفيو اللي غندير لكم. نخليكم مع الريفيو. مصنعو لا بيجو 208 الجديدة يعترفون أنهم كانوا حذرين في الاختيارات الجمالية التقنية والتكنولوجية في الوقت الذي يريدون فيه إخراج السيارة التي يعتقدون أنها ستعوض لا بيجو 206، ويعرفون تمام المعرفة أنه ليس الوقت لإعادة نفس الأخطاء المرتكبة في بيجو 206، لكن يجب على السيارتين تكون في نفس الوقت بمثابة سيارة لسيارة 206 التي كانت عبارة عن دفعة لسيارة نفس الفئة في المجال الاستيتيكي والتكنولوجي وكذلك التقني. هذه السيارة التي تتوفر في 3.5 أبواب وأقل طولا ب 7 سنتيمترات وعرضا ب 2 سنتيمتر وكذلك ارتفاعا ب 1 سنتيمتر يعطيها طابع الهيكل المصغر، ذلك الهيكل المصغر الذي لا يشكل عائقا أمام المساحة الداخلية، بل بالعكس مساحة الأقدام قد تم الإضافة إليها 5 سنتيمتر. هذه السيارة تعتبر من أخف السيارات في فئتها ب 110 كيلوغرامات أقل عن سابقاتها. كتشوفوا معنا هذا الكوفر ديال لا 208، كوفر متسع بالنسبة لواحد البواط ديال الأسرة اللي عنده جوج وليدات ثلاثة ديال الولاد، هز لي حويجاته ديال البحر صيف مع راسو، وأنا مرتاح هنا يالله ونسدو اليوم كاع. ما توصلش لكن هل يمكن اعتبار 208 خير خلف لخير سلف؟ وبذلك تحدث عن بيجو 205، تلك السيارة التي تعتبر إرثا من الآباء إلى الأبناء في مجتمعنا المغربي. كتسولين دائما انني نصور لكم تحت الكابو ديال الطوموبيل، فالطوموبيل هذه نصور لكم. المهم حنا بطبيعة الحال من هنا دائما تحت الكابو ديال التسجيل. الكابو عنده واحد الفران اللي كاين هنا كيكوبا هنايا، مازال ما حفظتوش. ها هو فوالا الفران كتحل من هنا، الحلة ديالو شي شوية سمود. يأتي محرك لا بيجو 208 بفئتين، الفئة الأولى هي ليسونس ب 1.4 في تي اي، ثم الفئة الثانية اللي هي الديزل 1.6 اش دي. ليسونس 1.2 في تي اي يأتي ب 68 حصانا وعلبة رصيدة بطبيعة الحال، ثم الديزل ينقسم إلى 4 أقسام، لايك كليمو أكتيف ب 75 حصانا، ثم لاليوغ ب 92 حصانا وعلبة روس بطبيعة الحال يدوية، وخمس فئات عيارية. يمكنكم إضافة مجموعة من الإضافات على حسب الفينيسيون اللي كتختاروا السيارة ديالكم. مرحبا بكم في هذا التيست درايف. دابا نديرو التيست درايف ديال لا بيجو 208. دابا حنايا في مارسي كما قلت لكم، بين مارسيل وبين كابو نيغرو بطبيعة الحال، تفوان الله يسعدو كاملين بحال بحال. المهم انا سدادي نخدم كليماتيزور شي شوية قادية سخونة. السياقة ديال هاد السيارة هادي دفعني على انني نمشي نجربها في الازقة والمدن القديمة ديال مدينة مارسيل باش نشوفها كيفاش كدير، لان حنايا اون فواتور سيتادين عندنا، راه ماشي بالضرورة اون فواتور سيتادين في فرنسا ولا في جهة اخرى، خاصها تعرف التعامل مع الازقة ومع دوك الاحياء الضيقة عندنا ومع داك لومبوتياج. والطوموبيل هادي تعاملت معاهم بواحد السوا واحد السلاسة زعما اللي هي رائعة واللي هي زوينة. بطبيعة الحال هي راسها سيارة صغيرة ولا 206 اللي هي بي بيرفورمون في هاد المجال هذا، وبالتالي لا 208 تكون احسن منها في هاد الطريقة هادي. الفولون ديال هاد الطوموبيل هادي ميم سي كيكون غونفلي، ولكن جاني كيعطيك داك الطابع ديال انه خاصك تحكم فيها من الجنابات ديال الفولون، يعني الوسط ديال الفولون ما تشدش منه، لانه هي طوموبيل اللي هي سبور، وهادشي علاش مديورة. لي كوموند اللي كاينين في الفولون هما دي كوموند اللي هما سامبل واللي هما افيكاس، واللي كيعطيوك داك لاكسي ديريكت لديك لا طابليت اللي عندك وسط الطوموبيله ولا ديك الميديانا فيلا صح التعبير، واللي كيخليك انك تحكم فيها بواحد السلاسه ديال واحد التحكم. انا ما عنديش اي كوموند بزاف في الفولون، وهادشي اللي عطاتني ديك الطوموبيله سامبل افيكاس.
الكونتور هذا الناس اللي كانوا كيعيبوا عليه انه اون بلوس ديال نو سبور اللي كابتيفون كاع ديك الهضره الزوينه اللي كيتقال عليه كيقولوا لنا في واحد ثلاثه ديال لي كوموند تما ثلاثه ديال البطونات اللي المقود كيحبسهم عليك الا كنتي صايب، ولكن هذوك ثلاثه ديال البطونات اللي كتحتاجهم انت تكون طوموبيلا زاكيه، وبالتالي علاش غيكونوا باينين نتايا صايق؟ هذا سؤال عندي. الناس اللي كينتقدوا هذه السيارات، ولكن الحاجه الاخرى اللي عجبتني انا يوسيكو هو اون بليس ديال دوك هذيك الموريات اللي كاينين تما اللي كيبينوا لك السرعه اللي تغض الموتور داك الشيء، كاين عنده عاوتاني حتى ديك النيميريك اللي كيعطيك شحال ديال السرعه وصلتي اكزاكتومون، وهي شي حاجه زوينه انها تكون في الطوموبيلات ديالنا، سيرتو انه ماشي غير الشباب اللي كيسوقوا هاد الطوموبيله، حتى لي جون اجي شي شويه حتى هما كيسوقوا هاد الطوموبيله وكيبغيو هاد الفونكسيون تي هادي. الميديا ناف ولا الطوموبيل اللي كتكون في الطوموبيله لي فونكسيون اللي كاينين فيها ولا لي فونكسيوناليتي كانوا فيها خصهم دي فونكسيون اللي هما سامبل، ولكن كما كنقولوا اي سون افيكاس، يعني ممكن انك تربط معهم التليفون ديالك، ممكن انك تصنت الراديو، ممكن انك تشوف حتى لي ميساج ديالك وتقراو عليك اوديو، ممكن انك تسمع لي ميساج اللي كيجيو كتسيتيغي. المهم الا كانوا فرونسي بطبيعة الحال ولا بشي لغة اللي كاينة في هذيك لابا ديالنا بطبيعة الحال بالدارجة بدوك حروف عين خاء ديالنا، انا ما يقرا لك ديك الطابلة مسكين تبقى تقرا لك سات ويت، فهمتيني؟ المهم هادو شي سون دي زوبسيون اللي كاينين فيها، هما زوينين هما سامبل افيكاس، وحتى هي راه خفيفة ولا سخنات كاع الطوموبيل لانها حطيتها في الشمس واحد الوقيتة وبقات خدامة ديك لا ميديانا مزيان، ماشي باكس ماشي طوموبيلة طوموبيل. بطبيعة الحال كيدير الطوموبيلة هادي لوبسيوني وفيها بزاف ديال لي زوبسيون، راه خصو يقول بأن الطوموبيلة هادي كتوفر على ليميتور ريغيلاتور فيتاس، واللي بغا يتعرف أكثر على ليميتور ريغيلاتور فيتاس راه كنشرحتو بالتفصيل في لافيات 500، ممكن أنكم تمشيو لواحد الفلوق اللي كنت حطيتو في لاباج فيسبوك اللي غيطلع ليكم من تحت، ممكن أنكم تعرفوا علينا أكثر وأنكم تعرفوا على هاد لي زوبسيون هادو بالديتاي، لأن الفيديو ميمكنش يتحمل لنا بزاف ديال لي ديتاي. المهم الطوموبيلة اللي كيعجبني فيها أكثر هو أنها هي ماشي توت أوبسيون، يعني موصلناش لآخر حاجة فيها، ولكن فيها لي فيتر إلكتريك وسونترال كزيرو، فيها البيبان كلو كتسدو من حداك وكلشي داكشي كيف البيبان، والصوت ديال لي باف اللي فيها نقي، يعني الطوموبيلة اللي كاع الصوت كيكون سونترال كزيرو كتحس براسك بحال قاعد بواط فغمي والصوت ما كيكونش مرول ولا مربج ولا مسطح بيناتو، لا بيان زعما مدروس مدروس الصوت باش كي نحسو ديك الطوموبيله، يعني هي طوموبيله اللي مخويه للشباب وفور لي جون كونديكتور اكسيتيرا. الكيسه اللي كتكون فوق الكوسان ديال قدام هي كيسه مريحه، لان الناس كتبها اكثر من ساعتين، والطوموبيله اللي ما كتخليكش انك تعيا ولا شي حاجه بالزربه، لكن الطوموبيله كتعطيك واحد الراحه واحد الراحه تاع لا بوات فيتيس ديال لا بي 208 عندها تا داك الطابع ديال السبور، عندها ديك لا بوستور ديال المسار، وكاين كدوز ديال الفيتيس ما كتحسش بديك لا بون فيتيس الطياره اللي كتكون في السيارات في المانيا، لان توجه حولات انها تكون عندها ديك لا بوستور خاصه بها وديك اللمسه البو ديالها في السياره كما بالنو لو ستيل فرونسي. الحاجه اللي نسيت ما قلتهاش، واحد اللعيبه كاينه عند هاد لابجو هادي من بعد نوريها لكم، واحد الدجاجه هنايا صغيوره، هذيك الدجاجه الصغيوره كتخليك انك تشوف شي ابعاد اللي كيكونوا عند السيارات اخرين دي بوين دوار، وكيجراو بهم الكسيد بزاف. ولا بيجو هادي ملي فكرت في هاد اللعبه والله الا صراحه دابا انا داير في واحد التروطوار وزقلته من هنا، يعني ما انتبهتش ليه من هنا ابخي وانا نشوفه من تما، ونكتشف بان هاد السياره هادي ديك اللعيبه فيها زوينه شي حاجه اللي راقيه انها. الحاجه اللي عجبتني بزاف في هاد لي سي هذا سيكو اننا جربنا لا بيجو 208 هاد المره هادي، ماشي في مراكش ولكن جربناها في مدينه اخرى، مدينه اللي انايا عشت فيها واحد المده من الزمان وعشت فيها واحد المده من الحياه عندي، واللي كنت دائما كنتمنى ندير فيها لا سي، جابها الله ودرنا فيها لا سي. دي اون فواتور لي فان لي ممتعه لي سبور اللي كانت تعويض لا بيجو 206 لا بيجو 205، ما عرفت نتوما اللي تحكموا على هاد القضيه هادي، ولكن المهم عندنا اننا الحمد لله البلاد ديالنا فيها بزاف ديال الثروات الطبيعيه والبشريه بطبيعه الحال. ما تنساش دير ابوني، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك، ما تنساش انك دير جيم، دير بارطاج، وري هذا الفيديو هذا لصحابك. كان معكم احمد الامدازي من مرتي، ما تنساوش عندي انستغرام وصي وعندي فيسبوك. تشاو 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 تشاو.